النوم في السرير بعد إجراء عملية استبدال لمفصل الورك. للنوم في السرير بعد إجراء عملية استبدال لمفصل الورك ينبغي عليك تذكر بعض الأمور. أولا، سنعرض كيفية النوم في السرير باستخدام الساق المصابة. أولا، فعندما ترجع إلى السرير تمسك جيدا، وعندما يصل ظهرك إلى السرير اجلس وبعدها تحرك للخلف مع بقاء ساقك مستقيمة أمامك. ومن ثم حرك الساق المصابة للداخل مع بقاء أصابع القدم مقابلة للسقف بحيث لا تتقاطع مع خط المنتصف. عندما تصبح على السرير ضع الوسادة بين ركبتيك واستلقي على السرير. وللنوم في السرير باستخدام الساق السليمة، أولا، يوجد بعض التغييرات الطفيفة على الإجراءات. بعد الجلوس ابدأ بالرجوع إلى الخلف، ويمكنك استخدام الساق السليمة للانحناء ودفع الجسم للخلف أكثر حالا رفع الساق المصاب على السرير. عندما تصبح على السرير ضع الوسادة بين ركبتيك واستلقي على السرير. الخروج من السرير. نعكس إجراءات الجلوس على السرير إذا أردنا الخروج من السرير. انهض في البداية. ومن ثم أبعد الوسادة وحرك الساق المصاب باتجاه حافة السرير مع ضرورة تحريك الساق أولا قبل تحريك الجسم. عندما تصبح على حافة السرير انزل بتأني حتى تلامس قدميك الأرضية. عند الخروج من السرير بالساق السليمة أولا انزع الوسادة من بين ركبتيك، ومن ثم وجه ساقك باتجاه حافة، وكن حذرا من رفع الساق أو لفها أو تقاطعها مع خط المنتصف. دائما وجه أصابع القدم إلى السقف، وبعد أن تصل إلى حافة السرير بزاوية 90 درجة ابدأ بالنزول حتى تلامس قدميك الأرضية. نصائح إضافية. لا تسمح لساقك بالتحرك إلى الداخل أثناء الجلوس أو الخروج من السرير، ويمكنك تجنب ذلك بالمباعدة بين مرفقيك وخصوصا بالمحافظة على توجيه أصابع القدم إلى السقف في كل الأوقات. إذا كنت تنام على جانبك لا تقاطع أو تحرك الساق إلى الداخل، حيث أن النوم بوجود الوسادة بين الركبتين يجنبك هذه المشكلة. لا تثني الورك أكثر من زاوية 90 درجة، وهذا يتضمن الانحناء للأمام باتجاه أصابع القدم أو عند رفع الركبة عند الجلوس في جميع الأوقات. هذا مثال على ما يحصل أثناء الاستيقاظ. كن متأكدا في حال أن ركبتك مثنية أن الجزء العلوي من جسمك مستوي، أو إذا كان الجزء العلوي من جسمك مثني أن ساقك مستوية أو مستقيمة على السرير. وأخيرا، كن متأكدا أن ساقيك لا تتقاطع أثناء النوم. ضع الوسادة بين ركبتيك للتأكد من بقاء الساقين متباعدة.